خلاص تقريبا 4 أيام بتفصلنا عن انطلاق الحدث الأهم والأبرز اللي بتستضيفه مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وهو مؤتمر COP27، مؤتمر تغير المناخ، أكبر تجمع لقادة العالم لمعالجة التغيرات المناخية، وكمان توفير اللازم من تمويل لمشروعات الطاقة النظيفة علشان نقلل الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية وانبعاثات الغاز. المؤتمر بإذن الله ينطلق يوم الحد اللي جاي 6 نوفمبر ويستمر لحد يوم 18 نوفمبر. لحد ما نوصل لهذا اليوم كل الترتيبات دي ما كانتش سهلة على الإطلاق، وعشان ننظم هذا المؤتمر المهم جدا ونصل لهذا اليوم كان في تحضيرات كبيرة جدا وجهود تمت خلال الفترة اللي فاتت من كل قطاعات الدولة وعلى كل المستويات، بداية من شرم الشيخ نفسها اللي تحولت بالفعل إلى مدينة خضراء وأصبح فيها كمان تطوير كبير جدا عشان تكون في أفضل صورة ليها، مرورا بإعلان جدول المؤتمر وتجهيز المنطقتين، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، بشكل يتوافق مع العوامل البيئية بكل أبعادها سواء كانت لوجستية أو فنية أو تقنية، وده ليه؟ عشان تكون جاهزة لكل الفعاليات اللي هتعقد على مدار 12 يوم. طيب، عشان كده امبارح يا شاذلي شفنا كلنا جولة سيد رئيس الوزراء اللي عملها في شرم الشيخ علشان يتابع آخر التجهيزات والاستعدادات النهائية الخاصة لعقد مؤتمر المناخ، واللي تضمنت الجولة دي تفقد سيادة رئيس الوزراء لأعمال تطوير ميدان السلام وأيضا المنطقة المحيطة به، وكمان أعمال التشجير اللي بتتم، أعمال الإنارة، تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط مركز الدولي للمؤتمرات، وأيضا الممشى السياحي وما يتم فيه من تطوير والحديقة المركزية لحد كمان المستشفى الميداني لشرم الشيخ. الحقيقة أنه اهتمام الدولة بهذا المؤتمر انعكس على المواطن اللي بقى عنده هو كمان رغبة في أنه يتعرف أكتر على القضايا المناخية ويتعرف على طريقة الحفاظ على البيئة. عشان كده بدأت الناس تسأل تقول إيه الفرق، إيه المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء؟ باختصار المنطقة الزرقاء هي المنطقة الرسمية اللي بتضم قاعات المؤتمر واللي هيكون فيها كل الفعاليات الرسمية وأجنحة الدول وقاعات التفاوض والأحداث والأحاديث الجانبية. أما شاذلي المنطقة الخضراء فتعتبر منصة بتسمح لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين من جميع أنحاء العالم المشاركين في مؤتمر المناخ أو اللي بيحضروا مؤتمر المناخ أنهم يعبروا عن رأيهم ويوصلوا صوتهم لقادة العالم، ده من خلال مجموعة من المعارض والفعاليات والأحداث الجانبية اللي هيتم إقامتها في المنطقة الخضراء. ده غير أنه هيكون في مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية في مجالات التصدي لظاهرة التغيرات المناخية. صباح على حضراتكم في كل مكان وصباح الخير يا مصر.